اخيرا جاء، اخيرا دق الباب، اخيرا قال لي افتحي لي. فيديو اليوم هو فيديو متميز، فيديو شحال هذه كنت بغيت نديرو وكنت مخمم عليه سيناريوهات جديده كثيره، ولكن حيت حان الوقت باش نقول لكم هادشي ما بقيت عرفت ما نقول، تخربقت وغادي يكون فيديو تلقائي بلا ما نبريباري ليه، فيديو من القلب واتمنى ان يكون الى القلب. البنات وقفوا الفيديو لحدة لحظات وكتبوا لي في التعليقات توقعاتكم، ما هو الخبر الصار اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو. وقفوا الفيديو لعدة لحظات. حبيباتي بكل فخر وبحبي لكم الكبير أقدم لكم درع المليون اللي استغربت كتير 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 حيت وصلني بسرعة. بالنسبة للناس اللي هما تعرفوا بأن المليون أنا رفضته قبل شهر رمضان، أي يمكن شي 3 أيام قبل شهر رمضان، ومن بعد شهر رمضان توصلت بالدرع بسرعة، كي تتنه شهور 7 شهور كي قاعد يقرب جوج المليون وباقي ما جاش الدرع ديال المليون. الحمد لله وصلني بسرعة، تنهديه لكل حبوبات سما، تنهديه لكل محبين سما، تنهديه لكل وحدة ساندتني، تنهديه لكل وحدة ساعدت في إنجاح هذه القناة، تنهديه لكل وحدة استفدت من القناة نتاعي وباقي تستفد من القناة نتاعي وباقي تتقلب عليا واخا ما تتصلهاش النوتيفيكاسيون اشارات بوجود فيديوهات جديده. تنديه لجميع اليوتيوبرز اللي باركوا لي نهار حيت دخلت المليون، شكرا لكم. ما بغيتش نذكر الاسماء حيت خفت ننسى شي وحده، ولكن يوتيوبرز كثارين بزاف، يوتيوبرز مغاربه، كاين شي يوتيوبرز اللي عمرني انا ما توقعتها منهم، ولكن صيفطوا لي رسائل خاصه لمباركتي بوصول المليون. تنشكر جميع المشتركات اللي كانوا مواكبين. انا باقي نكذب عليكم، انا غادي نحكي لكم كل شيء بالتفاصيل، وهذا الفيديو كما قلت لكم غادي يكون فيديو من القلب الى القلب، وغادي تعرفوا فيه بزاف ديال الاشياء وغادي تعرفوا فيه بزاف ديال الخبايا، ولكن كاينين بعض الاشياء اللي انايا بغيت نسطر عليهم في الاول ديال هذا الفيديو هذا. وبالنسبه للمشتركات الاوفيات، المشتركات اللي كانوا تيتسناو وكانوا تيحسبوا لي دابوني باش ندخل المليون، ومصوري لي هادشي ومصوري لي الفيديوهات ومصيفطي لي هادشي على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمه شكر لكم حبيبتي هي اقل حاجه يمكن لي نقولها. شكرا لكم من اعماق القلب، والشكر ديالي تيخرج من اعماق الشكر صادق لكم. اشكركم اشكركم اشكركم. وبكم انتم حبوبات سما، نركز على حبوبات سما لحقاش كاينين متتبعين وكاينين حبوبات سما. حبوبات سما هما اللي معايا في الشدة والفدة، معايا في سراء وضراء، كاينين معايا تيقلبوا عليا ما توصلهمش الفيديوهات نتاعي، تيمشيو يقلبوا عليا، متابعيني في لي ريزو سوسيو. هادو هما اللي يمكن لي انا نقول لي فان ديال بصح، هادو هما الحبوبات ديال سما ديال بصح. وكاينين متتبعات، سواء متتبعات من القديم تيجيو مره مره وتيشوفوا القناه نتاعي وابخي تيمشيو، ابخي كاينين متتبعات اللي هما جداد لي يمكن يكونوا حبوبات سما. دونك تنهدي لكم كلكم هذا الدرع هذا، شكرا لكم لمتابعتكم للقناة، شكرا لكم لحبكم، شكرا لكم لأسلوبكم الراقي حتى في التعليقات. نشوف بالمقارنة مع قنوات أخرى التعليقات هما تعليقات ناس راقيين، ناس مهبين، ناس عندهم واحد الوعي اللي هو فكري. شكرا 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 لكم جميعا، وكلمة شكر قليلة بزاف حقكم. أشكر كل وحدة ثقت فيا، أشكر كل وحدة تبارطاجي الفيديوهات نتاعي على مواقع التواصل الاجتماعي، أشكر كل وحدة تدافع عليا في الجروبات ديال سواء الانستغرام سواء الفيسبوك سواء ما يحدث على اليوتيوب، أشكركم من كل أعماق القلب. أشكركم حتى على تعقيباتكم اللي منها انا قدرت نكبر هذه القناه، ولكن التعقيبات اللي تيكونوا في المحل ديالهم. اشكركم 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 حبيباتي. وكما قلت لكم الا قبضت هذا الفيديو هذا وبقيت نقول لكم كلمه الشكر في الفيديو كله، هو راه هادشي راه قريب بزاف حقكم. هذا الجهد اللي انا درته في القناه، هادشي اللي هو باين بزاف لعباد الله وباين بزاف بزاف ديال اليوتيوبرز، ماشي انايا باش نوصل المليون. كنت ندير الحوايج اللي هما خارجين ليا من قلبي، كنت ندير الحوايج اللي هما تيفرحوني، كنت ندير الحوايج اللي هما
بغيت انا نديرهم من اعماق قلبي، ماشي باش نوصل لواحد الهدف او نوصل المليون. وبقى تنتذكر بانني حيت وصلت ل 100,000 كانت فرحتي عارمه بهذاك الدرع، وحيت وصلت ل 100,000 عمري صدقوني بانني عمري توقعت بانني غادي نوصل ل 100,000، حيت انا يلا بديت القناه نتاعي عمري وقلتوا لي عقبه ان شاء الله كيما شي واحد يوصل للمليون، تقول لي عقبه ان شاء الله جيت للمليون. انا وصلت ل 100,000 قالوا لي عقبه ان شاء الله المليون. انا كتبت لهم ديريكت هما، لحقاش انا هي واحد الشخص اللي عندي 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 رجليه في الارض، يعني الحوايج اللي انا ما قادراش عليهم ما تنحلمش بهم بزاف. قلت لهم المليون فين وانا يا فين، والحوايج اللي انا ما قادراش عليهم ما تنقدرش نحلم بها، ويمكن لياش انا نوعدكم شي حاجه اللي انا ما قادراش عليها. وتما كتجرعوا عليا بزاف ديال لي كومونتير، بزاف ديال البنات لا انت يا قادره، حنا غادي نكونوا دائما موراك، حنا غادي نكونوا دائما تنشجعوك. دونك بالنسبه لهاد الناس هادو يمكن غادي يكونوا شي 50% اللي هما باقيين مورايا، و 50% اداتهم متاهات ديال الحياه، تتبعك واحد اليوتيوب واحد لابوني واحد العام عامين ابخيت ديال متاهات الحياه، بحال انايا تنتبع واحد الشخص واحد العام واحد ابخيت تديني متاهات الحياه، تنكتشف عاوتاني وحده اخرى تنعاود نرجع لها الى فريمون كان حبي ليها صادق من القلب، تنعاود نرجع عاوتاني نقلب عليها. وتماك بزاف ركزتوا ليا بان انت اللي علمتينا حب الاستمراريه، انت اللي علمتينا الجهاد، انت اللي علمتينا الكفاح، انت اللي علمتينا الى عندنا شي حلم خاصنا نبقاو نجاهدوا ونطيحوا ونوضوا ونطيحوا ونوضوا ونطيحوا ونوضوا حتى تنوصلوا ليه. دونك ما تقوليلناش بانك ما قدراش نوصلي توصلي المليون. اشكركم 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 حيت ثقتوا فيا. انا في الاول ما ثقتش في راسي حيت كنت ندير داكشي اللي تنبغي بلا ما نتسنى شي حاجه، ولكن نتوما ثقتوا فيا وعرفتوا بانني غادي نوصل المليون. اشكركم اشكركم فعلا 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 جاهدت رغم الصعوبات رغم المشاكل رغم لي زوبستاكل اللي كانوا في القناه نتاعي. ووعدتكم بانني غادي نحكي لكم كلشي بالتفصيل في رمضان. خليت واحد البوست واللي هو حير بزاف ديال المتتبعات اللي وصلوا هذاك البوست، لحقاش كان في رمضان عندي مشكل كبير الفيديوهات ما توصلوش، وباقي لحد الان الفيديوهات ما توصلوش المتتبعات. وكتبت واحد البوست من غضبي ومن حرقتي ومن ما عرفتش كيف باش نقدر انا نقول لكم داكشي اللي في الداخل نتاعي. كتبت لكم شويه وقلت لكم حين غادي يجي الوقت المناسب غادي نشرح لكم كلشي وغادي نعاود لكم القصه وغادي نعاود لكم ماذا يحدث. واليوم ان شاء الله حان الوقت، غادي نغتنم فرصه ديال حصولي على درع المليون باش نحكي لكم القصه ماذا يحدث على اليوتيوب، ماذا يحدث في بعض القنوات، ماذا يحدث عند بعض اليوتيوبرز. اليوم ان شاء الله غادي تعرفوا الحقيقه، غادي نحكي لكم كل شيء من تجربتي الخاصه، ونتمنى كل وحده بتدخل العالم ديال اليوتيوب تستفد من هذه الفقره هذه. بالنسبه للناس اللي هما انا عارف بان الناس اللي هما تيبغيني هما اللي باقيين معايا لحد الان، الناس اللي هما ما تعرفونيش وصافي وصلها ديال المليون ها بسلامه اش كاين في هذا الفيديو هذا. ولكن غادي نحكي لكم بزاف ديال الاشياء اللي هما وقعوا ليا فهاد الفتره هذه، اللي خصوصا من فتره ديال نوفمبر. وكما قلت لكم هاد الفتره او هاد الفقره هذه غادي تكون فقره من القلب الى القلب، عمري انا حكيتها وعمري توقعت بانني انا غادي نحكيها لكم. ودائما كنت ندير الكاميرا قدامي وتنقول خاصني نعاود لهم كل شيء، خاصهم يعرفوا الحقيقه، تنسد تنقول لا ماشي الوقت المناسب، لا ماشي الوقت المناسب، لا ماشي الوقت المناسب. دابا اليوم ان شاء الله غادي نحكي لكم ماذا يقع على اليوتيوب او ماذا يقع في بعض القنوات. دونك بالنسبه للمشاكل والصعوبات اللي انا يبداو ليا مورا الفيديوهات اللي درت في المغرب في العام اللي فات 2017، فشلوا عليا بزاف. ونوفمبر في 2017 تماك بداو المشاكل في القناه نتاعي. المشاكل اللي بداو ليا هما خرج قانون جديد، هذا القانون هذا بانه تيحمي الاطفال من يوتيوب، سواء اللي تيديروا الكونتوني ديال يوتيوب سواء المتتبعين الاطفال الصغورين. وانا كنت ندير فيديوهات مع ميساء ويانيس الا كنتو تتذكروا. دونك الفيديوهات اللي درت مع ميساء ويانيس
كلهم ضربهم ليا يوتيوب، تقريبا 36 فيديو درتهم مع ميساء ويانيس، وضرب ليا كاع جميع الفيديوهات اللي هما الطوب اللي درت مع ميساء ويانيس. ما نقول لكم شي ضربه كبيره كانت بالنسبه لي، حيت ضرب ليك فيديو، حيت ضرب ليك يوتيوب الفيديوهات، يعني راه حتى القناه نتاعك حتى هي تنزلها لك، ما تبقاش صفت الاشهارات، ما تبقاش يديرها دائما في لي توب 5 اللي دائما اللي تيكونوا في القنوات تنزلها. دونك انايا تنتسائل اش كاين في هاد الفيديوهات، علاش ضربهم ليا، صيفط لهم شحال من ميساجات. المشكل بانهم ما تيجاوبوكش، هذا هو المشكل، ما تيجاوبوكش اليوتيوب العربي، ما تيجاوبوكش. دونك انايا قلت غادي نتصل باليوتيوب الفرنسي، حيت انايا درت القناه نتاعي في لاباس مع اليوتيوب الفرنسي. اليوتيوب الفرنسي جاوب وعلى الاقل شي 60 ميساج، وانايا معاهم 60 تنحاول كما قلت لكم المحاوله. ومرات جو بونس شهرين وانا معاهم في المحاوله، حتى عرفوا بانه راه دخل ليا فيروس على القناه نتاعي، وهذا الفيروس هذا جاء في خضم السلسله ديال التحديثات اللي داروها يوتيوب على القنوات الخاصه بالاطفال. وحيت ان القناه نتاعي تيبانوا فيها ميساء ويانس مره دونك سحبوا، مش انا هي قناه نتاعي مركزه بالاطفال، وقصوا جميع الفيديوهات اللي هما فيهم الوليدات نتاعي باينين في الفيديوهات او باينين في لاكوفيرتور ديال الفيديوهات. دونك 36 فيديو تحيدات لهم لا مونيتيزاسيون، وماشي المشكل ديال لا مونيتيزاسيون، المشكل بان القناه نزلها ليا التحديث. من بعد شهرين الحمد لله تقاد ليا ورجعات ليا عاوتاني لا مونتيزاسيون لهاد لي فيديوهات هادو. وبنقول لكم واحد الحاجه، بان يوتيوب كل 6 شهور تيبدل هذاك اللي تدوي معاه، يعني كل 6 شهور تنبقى انايا متبعه مع واحد، تيجيبوا لي عاوتاني واحد اخر هو تيتبع معايا المشاكل ديال القناه نتاعي، ما تيعرف والو، خاصني عاوتاني نشرح ليه كلشي من اول وجديد. وانت وزهرك كاينين شي وحدين تيعاونوك فريمون، تيعاونوك بحال انايا هذاك، باقي انايا معاقل على واحد كيفين عاوني فريمون، هو اللي القى لي الحل ديال لي 30 فيديو اللي هما حيدوا لي اليوم لا موتيزاسيون. وداك الشيء الاخر كلشي راه ما عندك والو، خاصك تشوفي بلاتي غادي نعاودو ندويو لك، وحتى حد ما تيدوي، وحتى حد زعما تيقول لك بانه راه الا حيدوا لك راه يعني راه كاين عندك مشكل، ولكن ما تيعطيوك حتى حل. دوك انت يا وزهرك على من تطيحي. دونك هذا المشكل رقم واحد. بعد هذا المشكل جاء مشكل ثاني، حيدوا لي شي 5 ولا 6 ديال الفيديوهات من دون اي سابق انذار، علاش الله اعلم، حتى انا ما عقلتش عليهم. لحقت انايا باش عقلت بانهم حيدوا لي الفيديوهات، كنت تشوفي بان شحال من الفيديو عندك، وتشوفي بان كان عندك مثلا 300 فيديو ولاو ناقصين، فين الفيديوهات الاخرين. مشيت تنقلب ما لقيتهمش، مشيت عاوتاني رجعت عندهم، قال لي عاوتاني راه كاين مشكل على اليوتيوب. وهذا المشكل هذا فعلا تذكرت مع بزاف ديال اليوتيوبرز، وحتى هما حيدوا لهم بعض من الفيديوهات نتاعهم، هي اللي عنده داكشي في الديسك دور راه تعاود يرجعوا، واللي ما عندوش راه ما عندوش، راه ضاعوا ليه تعب ديال الليالي. دونك هذا كان المشكل الثاني، وكل مشكل تيكون كل مشكل القناه عاوتاني تيزيد وتيرجعها عاوتاني الى الوراء، يعني ما تيحطهاش في الباج الاولانيين فاش تيكونوا لي ريغيرش ديال جوجل. وصل المشكل ديال جونفي، وهذا كان المشكل عاوتاني المر، المشكل ديال جونفي بانهم حيدوا لي جميع الفيديوهات ديال رمضان، جميع تصوروا ماشي رمضان هذا ديال 2018، رمضان ديال 2017، جميع الروتينات، جميع اللي طاب اللي درتو، تصوروا عباد الله الخدمه ديال الشهر، شهر كله يحيدها لك في رمشه عيد. علاش؟ لحقاش كنت دايره في هاد الفيديوهات ديال رمضان واحد الموسيقى، الا بقيتو تعقلوا اهلا اهلا يا رمضان، هو كانت لا بوبليسيتي ديال ام بي سي، وفي ذلك الوقت ما كانش فيها حقوق الطبع والنشر، كانت موسيقى اللي بغا خدها وراه خدوها بزاف ديال اليوتيوبرز. دونك حيت هما عاودوا داروا لها حقوق الطبع والنشر، الحق ديالهم في هذه الموسيقى هذه، ضربوا لي انا الفيديوهات ديال رمضان كلهما، حيت انا درتها في الفيديوهات ديال رمضان كلهما. وتخيلوا معايا انا كيفاش غادي نكون، تخيلوا معايا كيفاش غادي تكون نفسيتي. ورغم ذلك تابعت، ورغم ذلك لم اتنازل، ورغم ذلك ما خبتش عليكم، ورغم ذلك وقت ما تنفتح الكاميرا تجيب واحد الابتسامه، وعمرني حسستكم بان راه كاين عندي شي مشكل، وعمرني حسستكم بان راه القناه نتاعي فيها مشاكل، عمرني حسستكم بذلك. واخا تنشوف بان القناه نتاعي غاديه وتتدهور وغاديه وتتنزل رغم هاد المشاكل هادو، بقيت بحال شي حد غادي واحد الطيار جاي هكا قدامه و ما يهرب ويخلي كلشي ولا يمشي يرتاح، لا تتصارع، تتصارع مع داك الطيار، تتصارع ولا شي واحد اللي هو بيمشي بشي بيسكليتا
وواحد داير ليه عصا فهاديك البسكليطه ما خلاش يزيد، ولكن واخا هكا ما خلاش البسكليطه ومشى، لا بقى معاها حاول معاها حاول معاها حاول معاها. ودائما تنقول ان من بعد العسر يسر، ان من بعد العسر يسر، ان من بعد العسر يسر. والمشكل اللي قاس عاوتاني البعض من اليوتيوبرز، كان يوتيوبرز فرنسيين وكان يوتيوبرز امريكانيين وكان يوتيوبرز مغاربه، انا ما عرفت واش قاس يوتيوبرز العربيين ولا لا، ولكن عرفت بانهم كاينين بعض منهم يوتيوبرز المغاربه والفرنسيين، بان الفيديو تيوصل ولكن تيوصل مقطع 4% ديال المتتبعين ديالي اللي تيتصلوا بالفيديوهات نتاعي، ابخي داكشي الاخر تيجي من فيسبوك وتيجي من انستغرام او تيقابل الفيديو نتاعي بالصدفه، اما تلقاه في لاباج اما تدخل يقلب عليا. دونك هذا بما يخص المشاكل اللي وقعت لي من نوفمبر ديال العام اللي فات لحد الان، ولحد الان هناك مشاكل وهناك صعوبات. وكما قلت لكم رغم المشاكل ورغم الصعوبات، وهذه النصيحه اللي نعطيها لجميع البنات سواء في عالم ديال اليوتيوب سواء في العالم ديال الخدمه نتاعتهم اللي تخدموا سواء في الحياه، عدم الاستسلام، عدم الاستسلام، عدم الاستسلام. لن استسلم لن استسلم، غادي نبقى ان شاء الله متابره وغادي نبقى ان شاء الله معكم بفيديوهات جديده رغم هذه الصعوبات. ما عرفتش اش غادي يديروا، ولكن غادي نبقى ان شاء الله معكم. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام، وقت ما تيكون تماك شي مشكل او على الاقل ما توصلكمش نوتيفيكاسيون بوجود اشارات جديده تنذكرها لكم خصوصا على الانستغرام. بالنسبه للفيسبوك مره مره تندخل ليه لحقاش يكون بزاف ديال المساجات الخاصه، وما تنبغيش ندخل ليه حيت ما تنبغيش نحرج نجاوب شي وحدين وشي وحدين ما يجاوبهم. دونك تندخل انايا على الانستغرام تندير لكم بوبليكاسيون في الصوري، وتندير لكم عاوتاني بوبليكاسيون بارمي لي فوتو ديال الانستغرام، وتيكونوا فيها بزاف ديال التصاور ديال عائلتي فين مشينا اش درنا جميع الاشياء اللي تتكون خلف الكواليس. حبيبتي غادي نختم بهذا الفيديو هذا باش نقول لكم هذه القوله من اللي خارجه من اعماق القلب. ديروا في راسكم بان دائما 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 ان من بعد العسر يسرى، ان من بعد العسر يسرى، ان من بعد العسر يسرى. ما تفقدوش الامل، ما تفقدوش الامل، طيحوا وعاودوا عاوتاني نوضوا، وطيحوا نوضوا طيحوا نوضوا حتى تصلوا المبتغى نتاعكم، حتى تنتهي المشاكل. دونك هذا كلام من القلب، الحمد لله الله عطاني واحد القوه اللي هي ايجابيه في الداخل نتاعي، واحد القوه بان الحوايج غادي يكون ان شاء الله افضل. واخا في خضم المشاكل دائما تنقول بان غدا غادي يكون زوين، غدا غادي يكون حسن، غدا غادي يكون افضل ان شاء الله. يعني وقت ما تندير انا مثلا شي فيديو تنخدم عليه تيقضي ليا يومين ثلاثة ايام ديال ديال ديال, ديال الخدمه من بين المونتاج والفكره والتصوير، تنحطو وتنقول ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي يكون فيه الخير وغادي يوصل ان شاء الله للمتتبعين نتاعي. ولا ما وصلش دائما تنقول الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي يوصل، وانا هكاك وانا هكاك وانا هكاك. وهاد النصيحه راه ماشي كما قلت لكم في عالم ديال اليوتيوب، راه في جميع المجالات في الحياه نتاعكم لا للاستسلام. اشكركم من اعماق 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 القلب حبيبتي، واهدي لكم هاد الدرع هذا اللي تنقبطوا بكل فخر، تنقبطوا بكل سعاده، تنقبطوا بكل امتنان لكل حبوبات سما تنهدي لكم من اعماق 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 هذا الدرع ديال حبوبات سما. شكرا لكم جميعا، والقاكم ان شاء الله في فيديوهات جديده. الى اللقاء. الى ما وصلكمش الفيديو ديال هدايا عيد ميلاد ميساء، وركوا على هاد الصوره هذه اللي فيها هدايا عيد ميلاد ميساء، ولا بغيتوا تشوفوا حفل عيد ميلاد ميساء وركوا على هاد الصوره هذه اللي فيها حفل عيد ميلاد ميساء. شكرا.